الحاجات الكثيرة وهو يفتدي شعبه من جميع آثامه. الراحة الأبدية أعطها يا رب والنور الدائم فليكن لها. والمصلي إننا نستودعك يا رب أختنا الراحلة الشهيدة شيرين التي استشهدت وهي تؤدي الواجب في تغطية الحقيقة، فهي موضع محبتك السامية في هذه الدنيا. نجيها يا رب من جميع الشرور، ادخلها الراحة الدائمة بعد أن زالت عنها الآن صورة هذا العالم. اجعلها تنعم بفردوسك الأبدي حيث لا بكاء ولا صراخ ولا ألم، بل فرح وسلام مع ابنك الوحيد ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. فلنصلي. يا أبا المراحم وإله كل تعزية، يا من أحبنا حبا أزليا وحول ظلال الموت إلى فجر حياة دائمة، انظر إلى إخوتنا المحزونين في شدتهم، كن لهم ولنا يا رب ملجأ وقوة، فننقل جميعا من ظلمات هذه الحياة إلى نورك وسلامك. هب لنا أن نجد في السير إلى ابنك سيدنا يسوع المسيح الذي داس الموت بموته وأحيانا بقيامته، حتى إذا انقضت هذه الحياة الفانية اجتمعنا بإخوتنا الراقدين حيث تكفف كل دمعة من عيوننا بالمسيح ربنا. آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا، ولا تكلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. فليكن ذكرها مؤبدا، فليكن ذكرها مؤبدا، فليكن ذكرها مؤبدا. صلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين. ارفع يا شباب شباب، يلا شباب تكبير.